بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهى أقذر موسم مليء بالفساد، مليء بالدمار الشامل لكل رياضة وروح رياضية. كان مثل بصراحة وقدوة للشيطان إن هو يعتزل العمل بإنه بص الحاجات الجميلة اللي هنا. سيبك أنت، سيبك أنت، شايف الجمال ده؟ جمال رباني على رأي ما بيقولوها. يعني دايما عارف اللي هي بتقول لك دايما البيت ده طاهر، البيت ده طاهر. يتكلموا اللي بيتكلم عن الحلال والحرام ده يبقى بيعمل حرام، اللي بيتكلم عن السرقه والمؤامره يبقى هو بيتآمر، اللي بيتكلم عن السحر والشعوذه يبقى هو اللي بيسحر ويعمل الشعوذه. الدليل على كده ارجعوا الارشيف اليوتيوبات والحاجات دي كلها بتاعتهم. اعترافات الواد بتاع خرابات هولندا على الرئيس بتاعه والشيخ اللي بياخد مش عارف 7000 و15000 جنيه عشان يسحر، يقول لك مش عارف مين العشر بيسحر، يقول لك خاتم سليمان مش عارف ايه، يقول لك مؤامرات ومش مؤامرات. ونرجع نشوف النهارده باظت خالص العمليه، باظت. طلع الراجل طلع واحد كده مرتشي و بيدي بقى ايه البقشيش للانديه واللعيبه والاداريين وقرايبهم وقرايبهم. مفيش قانون. هتزعل على 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 موسم ايه؟ هو ده موسم؟ تخيل اقذر موسم الاهلي خد منه بطولات دوليه وعالميه خارج الفار والصرصار، خارج عربيه الحانوتي اللي عاملين لها عربيه فار وعربيه صرصار وعربيه نقل تلفزيوني. ده ايه ده؟ ايه ده؟ الاهلي يكسب عالميا، يحترم عالميا، يبقى نزعل ليه؟ احنا زعلانين على الظلم طبعا. من حقك يا اهلاوي تزعل على ان فريقك اللي فيه محمد الشناوي يحصل له ده كله، يحصل له المؤامرات دي كلها، هدف يدخل الشبكه ما يتحسبش، ضربات جزاء مفيش حاجه لينا. فاحنا نزعل على ايه ومفيش مباركه؟ انا قايل من شهر فات مفيش حاجه اسمها مبروك. مبروك على مين؟ كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقع في 18. دخلت كام ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء، كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده ده جميل يا كابتن فاروق. قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي ما طوعنيش. لما يكون بس محتاج دوره ولا حاجه كده واحنا لي نصيحه، ما تلتفتوش للبوستات واليوتيوبات والحاجات بتاعه البليلاويه. انتوا بتكتروا المشاهدة عندهم يا جماعة. واد ما عندوش مستقبل ولا عنده ماضي ولا عنده اي حاجة، انتوا بتكتروهم. لما بتدخل لما بتنزل ده بيفرح لما تشتمه، بتلاقي عنده 10000 200 الف شتيمة من جماهير الاهلي، والاخر يقول لك بقى ترند. ما تعملوش اي اهتمام للكلام ده خالص. ارجو ان احنا نركز مع فريقنا بس، خلاص صفحة واتقفلت. شفنا النهاردة فظايع وفضايح كبيرة جدا جدا، خلاص هنعمل ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. بقول تاني وردوا بانكم تساندوا الاهلي، تساندوا جماهير الاهلي، تساندوا قناه الاهلي، تساندوا صفحات الاهلاويه. شاركونا يا جماعه، شاركونا واعمل لايك واعمل شير كده واشترك في القناه بتاعتنا، اشترك في القناه بتاعتنا لو سمحت، عشان انت شايفنا اهو. انا بكلم نفسي، انا بكلمكم. خلي بالكم المغتربين كتير جدا جدا، الاهلاويه ملايين ملايين. شاركونا كده عشان نعمل معاكم مره لايف، وقولوا لاصحابكم واعمل لايك واعمل كومنت في اي حاجه، في اي تعديل. وباذن الله الصفحه اللي جايه صفحه ناصعه، والكتب هتكتب تاني تاريخ اهلاوي مليء بال. عندنا كاس السوبر الافريقي، عندنا كاس السوبر المصري، عندنا كاس مصر اذا اتلعب في اشاعه انه ممكن يتلغي، عندنا كاس العالم باذن الله تعالى نعمل النهارده باذن الله. يا رب يا رب السنه دي كده فضيه او ذهبيه باذن الله تعالى. يا ريت تشاركونا. وليا سؤال للاخ اللي هو للاسف الشديد
محطوط في مكان مش في مكانه، بيقول لك معتوه اللي ما فيش اللي بيفكر ان كان في مؤامره او الدور موجه. يا اقول لك ايه، بس اقول لك ايه، الجمهور اللي انت بتقول عليه معتوه ده، واحنا عارفين انت قصدك مين بالظبط، ده جزمته بالتربيه اللي خلتك تبقى للاسف الشديد قاعد في الكرسي اللي انت قاعد فيه. عرفت يا معتوه؟ المعتوه اللي يصدقك، المعتوه اللي يصدق الباكابورت لما بيقول احنا جبنا للست المششار الحكم اللي يحبه، المعتوه اللي يصدق ان في ضربه جزاء تتحسب من خرم الابره وما تتحسبش لاجيه، المعتوه اللي يصدق ان الكره ما عدتش خط المرمى ودخلت الشبكه بنص متر وب 80 سنتي، المعتوه اللي يصدق انك ما ضغطتش الاهلي كل 48 ساعه ماتش برغم انه بيمثل بلدك، بيمثلك، مخليك لك قيمه وانت كانش ما كانش لك قيمه اصلا، وانت بتدير نادي نزلته انت الدرجه الرابعه، فهمت؟ والتاني ده الشبشب ده اللي جاي السوشيال ميديا بيبرر موقفه قدام جماهير النادي الاهلي، قال له هو انت اعترفت بالسوشيال ميديا اخيرا؟ اعترفت بيها انك ممكن توجه كلامك للجماهير المصريه كلها عامه ازاي والجماهير العربيه؟ عرفت ان قناتك اصلا اللي انت كنت قاعد عليها ما فيش 10 بيتفرجوا عليها؟ ها؟ عرفنا ان احنا ده اقذر موسم كروي على مستوى العالم في دوريات العالم كلها. المفروض الشيطان يديكم جائزه نوبل. ها؟ للاساليب الشيطانيه اللي انتوا اديتوها. ومبروك للاهلي على القيم والمبادئ والاخلاق، مبروك التاسعه والقاضيه قبل العاشره. ها؟ ومبروك البرونزيه. مبروك أنظف وأحلى موسم كروي أهلاوي خارج أقذر دوري حصل في على مستوى التاريخ. كل ده تفسدوا شعب، تفسدوا جماهير، تفسدوا مدرجات، تخلوها زي الترب والمقابر، كل ده عشان كيان واحد؟ كل ده عشان كيان ياخد دوري؟ معلش الدنيا هتمطر بقى، وإيه أنا قلت أستودعكم الله، ومش مشكلة الدوري راح، مش مشكلة ولا له أي لازمة خالص، مالوش لازمة خالص. والمصيبة بس ان رقم 13 ده والفريق ده بالذات لما بياخد بطولة بتحصل كارثة عالمية او محلية. ربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر، وان شاء الله بإذن الله المهازل هتظهر والفضايح هتظهر، واحنا معاك يا اهلي ومعاك يا مصر، والمنتخب المصري لازم نشد بأزرهم كلهم كلهم كلهم، ولو فشل هيبقى برضو سبب الراجل اللي هو نزل ناديه الحمول للدرجة الرابعة وجاي يدير أقوى اتحاد أفريقي. للأسف الشديد عار، عار السنة دي، عار على تاريخ مصر الكروي، عار على تاريخ مصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيروا يا شباب لو سمحتوا، اشتركوا في القناة. أنا أتمنى بجد 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 المشاركين يزيدوا واعملوا لايك، ويلا سلام عليكم، مع السلامة.